خليكي انا بفتح. اهلين. شلون الوضع؟ تمام. لساتها هون؟ ايه. الا اذا بدها تنزل على الشام انا نازل، احسن ما تنزل لحالها باخذها معي. يا رب حل عنا للبنت، بعدها صغيره وما لقت لعبه. بحاكيك بعدين ابو موسى. يا رب اذا نازل على الشام خذني معك، احسن ما انزل لحالي. لا والله أنا عندي رفيقي بناطره بدي أنزل معه، بيعرف أبو يوسف. طيب أبو يوسف عندك شيء؟ سلامتك سلامتك. أم ريم هون شلوني؟ أهلين تمام. تأخر ساعد ما؟ إي والله تأخر، أنا هلأ بعد شوي بدي خبره لأنه لازم أنزل. بسم الله. أنت روحي إذا بدك ما في مشكلة، وإذا الآن مشان لانا لا تاكلي هم، هو بيتركها معي بالعادة، ويعني مشان الحساب هو بيحاسبك. لك لا الله يسامحك، لا والله مو مشان هيك، بس يعني أضمن إنه خبره لسعد. ولا أقول لك خلص لا تقول له شيء بلا ما يزعل، خلص. لا لا لازم خبر سعد شو الحكي هذا، لأنه ضروري يقول له إنه لينا كانت هون. بس بتعرفي عن جد برافو عليك إنك ما فتحتي لها، بتحكي مع بابا. كبسي هون لأقول لك كبسي. تفضلي. ما بدك تحكي؟ لا اجت لينا. بفهم من اول مره. انت بدك تنام هلا معه؟ ايه. طيب انا راح امشي. يلا استنى شوي لاطلع سكر الباب وراك احسن ما تفيق لنا. لا تطلع فيني هيك نهائيا ولا يخطر لك، اوعك. قديش بدها تطول هاي الحالة؟ أي حالة؟ إنه مستحيل يكون بداني صديق وأنا حمار لحتى صدقها. لك يا عرب أنا اليوم ضربت أدام بالشارع وعلى شوي كنت راح أضرب أختي أماني، فلا تضطرني الله يخليك إني أضربك هلا. بكرة بيصلك الشرح مع التفاصيل كامل مع الأوكس تبعك، لأنه هلا بيكونوا عم يتداولوا كل السير، فريح. أنا معقولة كنت خوزق مني أبي يوسف؟ هلا بده يعمل علي جد؟ ولك اسمعني بحق القعدة مع بنتك على القليلة. إذا بدك تقعد هون ومصر فاسكت. كم كاسة مي صرت شربان؟ ليش أنت في عندك شي تاني بنشرب؟ وأنا قلت لا. ولا عتلان هم كم مرة بدك تعقم الكاسة من بعدي يا بعدي؟ لا والله ما خطر لي. إيه معناتها ممتاز، بلشت الطيب يا صديقي. على ذكر صديقي تذكرت هارون لما قالت لي انت صديق. وانت صدقت؟ شو بنا يا عرب شو بنا؟ صاير خروب نوب هاي الايام. بجوز انا حابب صير خروب. عن جد عم بحكي، في فترات بتحب انك تحب، انا بهي الفتره حابب صدفه دكتور تطلع بوشي هارموني. هلا انا هيك حاب اقنع حالي. يمكن صحيح دكتور، هلا انتوا قررتوا امتى بدك تخطب؟ لا شكلها شالت الموضوع من بالها. اه وليش انت مبسوط؟ مو على اساس بتحبها؟ انا ماني مبسوط، ماني مبسوط، بس نحن لسه قدامنا في طريق طويل يا رب، بتعرف هذا الشيء منيح. انا اكيد بحبها لغريتا، واكيد اخر شيء بدنا نتجوز. اخر شيء؟ خال صرنا اخر شيء. يعني ما بعرف شو بدي لك، انت مثل العاده بين البينين، لا بتصاحب مشان تتسلى ولا بتحب جد. ما كان ناقصني غير حضرتك تنظر بالحب، يعني مين قال لك انه انا؟ انا وانت وكل الشباب بيعرفوا منيح انه لما منحب بنعمل المستحيل لحتى نخلي يلي منحبها تصير مرتنا، ملكنا، النا، تبعنا. يا اخي ما بعرف يلي بدك اياه، انا دكتور ما بعرف صفصف حكي، بس انا بدي اقول لك انه يلي منحبها لازم تضل معنا على طول. ولما بدك تحب ما لازم تفكر، وانت عم بتفكر كثير. شو معناها؟ خوتتني بهالجبنه بدك تاكلها لما لا جوعان، بس مو جعبالي جبنه. تاكل؟ بحبها لجريتا، بحبها كثير انا وبعيد عنها، بحبها لدرجه انه هلا جعبالي روح لعندها على البيت واخطبها من ابوها واحطها تحت الامر الواقع واخلص من كل هالشغله. بعيد عنك بتقفيل عندك حياتي عزق. دكتور هلا انت يعني شو بتحس
عرفت او شو هيك بيصير لما تشوفها دكتور؟ ما بعرف ما بعرف عن جد ما بعرف. بعصب منها، بعصب من حكيها، من بعصب من كثير شغلات عن جد. انا يا عرب ما بعرف ايش بيصير معي. ساعدوا لي يا عرب بارت 2. هل هذا اللي طلع معك؟ انا الحق علي اللي بحكي لك. وانا ما بعرف ليش انتم بتكذبوا على حالكم يا رجل. ها يعني انت على اساس ما عم تكذب على حالك؟ لا مالي عم بكذب على حالي، ليكني عم اقول لك حابب وحده مالها منطشه لإلي. جد جد مالها منطشه لإلي. شوف دكتور انا مالي حمار، وانت بتعرف منيح انا بعرف كثير بالنسوان منطلقه وحده، بعرف شو بدها وشو حاسه. يمكن تستغرب اذا بقول لك انه انا حبيتها لانه هي مو مطصوشه لإلي. مو نحن يا جماعه كلياتنا عقاد. بتعرف شو الفرق بيني وبينك؟ الفرق بيني وبينكم انه انا بعترف بس انتو ما بتعترفوا. بدي اسالك سؤال، بتتذكر اول مره شفتها لجريتا شو قلت لي عنها؟ ما بتشبه البنات اللي هون. لكن ليش بدك اياها تصير تشبههم؟ ولا بدك تقنعني انه حتكون مبسوط اذا رجعت لعندك وقالت لك انه انا عملت عمليه ورجعت بنت؟ يا عرب اذا بدك تضل تحكي بهي الطريقه. ماشي اذا بدك تحكي بصراحه حكي. بس عامل لي دكتور وفهمان ومدري شو وموسواس يا عرب. لك ايه بلا يا عرب بلا بطيخ يا حل عنا قاعدين عم نتعاطى مع اولاد صغار نحن. استنى يا عرب شلون؟ 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 فوت عود فوت يا عرب. انا مالي الماني عم تفهم علي؟ عم بفهم. انا مالي نزل رجلك يا عرب اذا بتريد نزل رجلك. مالك الماني يا عرب بلا غلاظه. عم ينطولي يا رجل، عم ينطولي بس كون معها، ما عم احسن انسان او ما فكر فيهم. خاصة اني شفت صوره وانا كنت عندها بالخزانة. ايش كنت عندها بالخزانة؟ مو بالخزانة، انا كنت عندها ورجتني الصور يعني. هي يا رب انا بحبها لجريتا. مو بس بحبها، اذا بدك انا بجن عليها. بجن عليها. ضحكتها لحالها بتخليني احس انه بس هي بالنهاية بدها تصير ام ولادي. عم تفهم علي يا رب؟ بدها تصير ام ولادي. شو ام ولادك؟ ما لازم تضحك يعني. لازم تبتسم بهدوء وتؤدى وروية. شبك دكتور معتوه انت شيء؟ لك انت بتعرف بتعرف على القليلة بتعرف البنت ما كذبت عليك حاكتك بصراحة. مو احسن ما بكره تطلع جوازة لوحدة ما بتعرف اذا عاملة عملية ولا لا؟ ولا وحدة عندها 20 علاقة ولساتها بنت؟ بتفهم علي؟ يعني مزبطة امورها مشكل سيحالة. ولك انا نازح من سويسرا لهم وعم حاكيه. يا رب انت شربان شيء؟ لا يا حبيبي انا نهايتي كده. طيب بدي اسالك سؤال، لو سعد وليال تجوزوا كانوا بيعيشوا مبسوطين؟ اكيد لا. عرفت ليش ما بدي او خايف اتجوز؟ مو لاني ما بحبها لكريتا. هذا ادهم. مو هيك. لا هذا ادهم. مو هيك، في كثير شغلات مختلفه بيني وبينها، غير انه انا فلسطيني وهي من هون. لا تعمل حجج ضخمه وتخبي مشاكلك الحقيقية فيها لأنه عم تحسسك أنك أنت سخيف. أنا سخيف؟ ما في حدا ولو؟ يا رب أنا سخيف؟ طبعا سخيف. هذا أدهم أنا موصي على العرق. يلا في حدا في حدا ولو؟ ساعة ساعة لا تفتحوا. وين العرق؟ زيد جيبه. الله يعطيك العافية شكرا. لوين رايح؟ أنا ما خرج أقضي الليلة صاحي راجع غالبا. طبعا هلأ صافي عندك مشكلة إضافية أنه أنا بعرف هيك بعتقد. يلا سلام.